عدنا إليكم من جديد من جديد إيه من جديد إيه من جديد أو أو إيه 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 عدنا إليكم من جديد من جديد ولا من جديد آه من جديد ولا من جديد من جديد فيش يا اسطى حماس النهارده يا اسطى عشان احنا الرانك باين هارد ستوك جامد بفتيكه بس بنلعب بالرمس which is nice ونخش الجيم على طول بقى نشوف ايه الكواليتي. والله يا اخي التيم بتاعنا حلو يا اخي، التيم بتاعهم برضه حلو يا اخي، البقال الاقوى بقى. صح شباب السيرفر العربي فتح النهارده، انا كنت قاعد بلعب في الصبح. فايه رايكم نكمل عامل سلسله رانك هناك ولا ايه الكلام؟ ولا مش تبقى حلوه؟ خصوصا هناك الناس كلها عرب وكده بقى، عندك اكونت صغير هناك جديد بس ايه الكلام؟ ولا كمل رانك هنا وبروح بقى بعدين لما اطلع مثلا رانك هنا مثلا بلات ولا حاجه، بعد كده بروح اعمل رانك هناك. قولولي في الكومنتات كده كلامي رايك. طريق السلام ايزي. والله الدنيا حلوه بس انا ما عنديش اوبجكت خالص. ساد يا اسطى الندي بتاعنا بحاول معاه بس هو ما فيش منه شيء اسك. كان وايت ومع اجنايت اخد الجوبه دي، ممكن اخد الواد ده نفسه. اوكي يا اسطى شقلبت خلاص يعني. يا اسطى بدي اجيلك بس مش عارف انت ليه بتفايتوا عليهم انا مش موجود. وي 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 مساء الخير يا جميل. اوكي 2 فور 2. اوه ايه البوت بتاعنا بيكسب؟ طب والله حلو والله. انا هلعب حوالين البوت لين بقى دلوقتي. لم يكن سامي يدري ان فرحته لن تكتف. اوكي والله يا اخي تيم عشوائي جدا يا اخي. مساء الخير استاذ سايرس، مساء الحب يا صاحبي. تعالى بس تعالى. سادي يا اسطى عارف شكيب بس مساء الخير يا صديقي. حركة حلوة كل حاجة يا اسطى بس انا مش هموت. بقول لك اجيب اي حد بعد ما انا كده كده ميت يعني. اوكي نايس عاش عاش حلو حلو.
اوه نايسو عاش يا اسطى كده كلهم تلت دوست كده يا رب يا اسطى جزاك سعادي بس يجري ورا ورا انا موت يا اسطى تدنس يا اسطى جي جي دموت تاني في الغالب يعني دموت تاني دموت تاني يا اسطى حاجه منتهى السعاده والله يا اسطى يا دنيا وراك ايش غير يا ولا ايه عدنا عليكم من جديد يا شباب بعد الخساره بتاعت جيم راموس ديت بس يا اسطى والله لعبت بعدها كام جيم كده لعبت كام جيم بعدها وقعدت اخسر واكسب واخسر واكسب المهم طلعت سيلفر 1 تاني يعني الجيم ده انا في سيلفر 1 مش عارف كام الجي بتاع 20 مان حاجه زي كده فقلت يا اسطى سويتش سبورت كده لقيت السبورت شغال معايا ومش بتلت والدنيا حلوه فقلت اما سويتش كده الواحد يفك شويه لان انا حاسس ان انا في الجنجل قاعد بعرف انت اللي هو ايه بتطلع 150% من طاقتك وفي الاخر برضو ايه بتموت موته واحده جي جي خلاص انت حرفيا اه فين بيت هنا استنى 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 استنى, استنى يا صديقي ما اقول لك بس ولا نايسو كي ورس يا صاحبي فيرست بلاد كنا بنقول ايه يا اسطى كنت اه في الجنجل يا اسطى بتحس ان انت ايه يعني انا في اخر جيم بتاعت راموس ديت عارف انت اللي هو ايه قاعده فشخ الدنيا كلها وقاعده احمد التيم بتاعي وتانك ومش عارف ايه واخش وفي الاخر يا اسطى اللي هو لو انت مت موته خلاص جي جي هو التيم بتاعك مش هيعمل حاجه فكتانك برضو مش لطيفه يعني وحتى اما بلعب بشيوك او حاجه دمج برضو بتحس ان هم ايه تليني بتيم اخدينك انت التارجت اه هو لو مات خلاص جي جي حرفيا اللي هو بجد يعني احنا نقتل مثلا شيكو خلاص هو جي جي وفعلا يا اسطى ما بيموتوني تبقى جي جي اللي هو اللي غلط عندي انا بفورا مش فاهم ليه فقلت ان انا اجرب كده بقالي كام جيم كده بلعب سبورت فالدنيا لطيفه يعني في السبورت في حاجة ان انا ببقى مزعج لانيمي تيم وفي نفس الوقت ايه بساعد التيم بتاعي اي نعم مش هكاري وكده بس ايه عارف انت هو كده كده اللي متيم هيخش دخلات غايبيه ومش في الغالب مش هيفوكسوا عليا وحتى لو فوكس عليا انا كده كده اصلا مش اللي هو التارجت اللي انت تموت وتكسب الجيم يعني وصلت يا اسطى اللي هو ايه اه هنموت لوكس طب انت حتى لو موت لوكس انت كده كسبت الجيم لا ما مش انا اللي هبقى معاه مثلا 10 كيلات او بتاع فاللي هو يموتني اكس فهي نوعا ما بتعتمد على التيم بس في نفس الوقت انا بكاري من حته تانية اللي هو ايه اه في فيجن في مش عارف ايه اشوف ده جاي منين وبتاع كلام من ده وفي نفس الوقت انا يعني مش 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 تلب مش بتلت في السبورت فقشطه يعني بس يا اسطى فقلت اما سويتش كده سبورت شويه بعيد عن الجونجل لقيت يا اسطى الوين ريت بتاع بشوكو يا اسطى حاجه 30% يعني لعب بيه بتاع 10 جيام حاجه 30% اللي هو ايه الضحك ده تيجي تبص يا اسطى على الجيم بلاي بتاعي انا بلعب كويس مش يعني اه في اخطاء بعملها وكل حاجه بس ساد يا اسطى 33% كاري بتاعي يا اسطى مش عارف اكاري بيه يا اسطى حاجه منتهى السعاده يا اسطى فالفتره الجايه ديت لو لعبت جنجل هبدا سويتش بقى الحاجات التانيه الجديده كده اشوف الميتا فيها ايه اي بلدات بقى حاجات الميتا كده عشان ايه اجرب بلدات جديده حاجات جديده كلام من ده على الله التسهيل بقى اكيد شفتوني بلعب جنجل قبل كده بتاع سبورت قبل كده يعني مش اول مره الدنيا هنا ممتعه يا اسطى الدنيا هنا لذيذه انا نقعد بس ايه ندلو الاي بتاعتنا بس اخد المانا بتاعتي اللي هي الايتم مانا فلو خلاص كده الموضوع خلص استنى لما المانا تجيلي تاني وبعدها احنا قاعدين مع بعض بس انا كنت عايز العب كنت ممكن العب حاجه لسميره مثلا يومي او حاجه هيل او تانك زي ليونا بس عارفين يا اسطى اخر مره حصل اللي حصل ايه السميرف بتاعنا قال لي على الباسف بتاعتها اللي هي كل ما بتعمل كل ما يبقى في اي حد يدي سي سي جنبها هي بتاخد ستاك كده بس طبعا انا مش هعتمد عليه بصراحه يعني خايف ان انا العب تانك يطلع يوزليس يا اسطى العيال دول بيلعبوا اجريسيف اوي عندنا اخدنا منهم الفيرست بلود مش كلها معيش مانا في الايرلي جيم بس هي سميرة بيبقى عبارة عن انه بيعرف يلعب حلو اوي يا اما بيبقى تراش اوي ايه ده؟ ما معيش مانا والله يا صاحبي
هستا على ولا ولا اوه ده جونجل ايجا كمان نايس. كان الفلاش يا اسطى لسه 4 ثواني يا اسطى، كنت عشت ساد يا اسطى مش عارف ده خليه وانا معيش مانا، مع ان انا مش هقول له انا معيش مانا. بس قشطه قشطه ماشي، احنا في الريل جيم لسه. ساكا صح نايس. ده زد جاي لنا، زد جاي لنا، زد مش جاي. هو ليفل 6 دلوقتي، ليفل 7 كمان. طب انا اقف هنا في الامان بس عشان ايه نرد غير برضه يا اسطى. التيم بتاعهم بص يا اسطى، التيم بتاعهم عامل ازاي؟ ليليا ونوكتورن وزد وجن وبتاع، ما همش تانك، هم حرفيا كلهم بيعملوا دامج. فاللي هو التيم بتاعهم ان انت داخل الاماكن لانك ميت، لانهم ميتون. فانت بتلعب بقى ايه؟ تلعب بحارس شويه يعني. هم لو مسوا سكيل هيموتوا، واحنا لو مسينا حاجه هنموت، ما معناش تانك برضه. كل اللي كان معانا اخر بيك محدش راضي يلعب تانك برضه، حاجه ممتازه يا اسطى. انا كنت اول بيك اوكي، شايف حاجه يا اسطى. ده اللي انا بتكلم عليه يا اسطى. هيقتلونا يا اسطى. هلا ماشي يا قلق. صاحبنا اللي في المد قاعد ديسكونكت وريكونكت وحاجه منتهى الضحك يعني. ايه ده؟ القلطه بتاعتي تاني، هيجيلي تاني. هو ناسي يا اسطى باين، ما عندوش خلفيه يا اسطى. طريق السلام يا اسطى. اعطيله، انا اللي خد دبل كل. انا اسف يا اسطى، او مش اسف يا اسطى، انا مالي يا اسطى، انا عملت الشغل كله، اعمل لك ايه؟ تعالى موت ده. ولا مش هيموت يا اسطى، ساد يا اسطى. نايزو نايزو. او يا تريبل، التريبل كيل يا اسطى. لعبت في السيرفر العربي يا اسطى، حاجه مسخره بامانه يعني. نايسو والله يا اخي، لعبه سهله معاه جولد كتير يا اسطى. انا هرجع يا اسطى، انت اقعد اللي انت عامل اللي انت عايزه بقى. اوه يا قول له عايز كتمنص عشان كده كله بيه. ازيك صح؟ لو كده جت فيه كان زمانه ميت دلوقتي. مفيش يا اسطى حاجة تانية اعملها والله يا اسطى، ربنا يوفقكم يا شباب. وي الطب والجانجل بتوعنا بريميد مع بعض. ولا ولا ضيعت السبيلز بتاعته كلها ساد يا اسطى، لعبتها وحش قوي، جبتش فيها حتى استن. اوكي اوكي ماشي، كنت قاعد ابص الجنب التاني ما خدتش بالي من زد اصلا، ماي باد. خد مني هو زد في التوب. مين اللي موجود بقى هنا؟ ليليا فين؟ اه جت هنا.
تعال يا اسطى، ارجع يا اسطى، يا اسطى سعد يا اسطى. هدول سميرة مين يا اسطى؟ بيحبوا يخشوا تحت طوارئ. طبعا واخد استنى كمان تحت الطوارئ. طب حط لك يا اسطى كلينز. طيب ده انت عارف انت داخل رامبو كده وبتاع. اروح اجيب الزونيا بتاعتي عشان هيبقى في مدعكه بعد كده. نزد لو لمحني في اي حته تلاقي بيقول لي لا مش شايف حاجه. تعالوا يا استاذ. مفيش حد يا اسطى، مفيش الكلام ده. ولا 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 ارجع انت يا اسطى. يا اسطى ملحقتش اضرب الزوني. سادنس يا اسطى والله. اخد حتة فير زعل اول. مساء الخير يا جميل. ولا قلب يا اسطى، مفيش حد جنبي. طب انا درجيت كل حاجة والله، بس مش عامل ايه تاني. اوكي عارف يا اسطى، تبقى سد لو انا نزلت تاني يا اسطى والله. عارف ليه يا اسطى؟ كل ما اصور مرز انا باللوز، من غير ما اصور الدنيا جميلة بكسب عادي. بخسر برضو بس مش بخسر زي يعني مثلا قبل ما اجي قبل ما اصور الجيم دي اللي هي بتاعت قبل ما اخش الجيم دي انا كنت كاسب جيمين. بس انت بقى ازاي تصور بقى جيم؟ لا ازاي، خد لوز احلى لوز عليك، احلى لوز عليك يا ابو عم. يا اسطى خلاص يا اسطى، ما انا قلت لا انت عايز تنقلني خلاص يا اسطى. ما عارفين انا من مصر ولا ايه؟ 19 اوكي، ما تعمليش ديموت. طب كويس والله. المشكله بس شايف الوينور 10 وين و4 14 لوز، فانا عايز اظبط دي برضه. عشان كده كنت بلعب من غير ما اصور، عشان الوينر بتاعه بايظ خالص. バレカが生まれる。そして俺たちを超えていく。